المحكمة المحترمة زي ما قلت لكم عرفت. طبعا المحكمة اللي عايز ترفض الدعوة كان رافض الدعوة. تمام. عرفت ان احنا بكرة في لجنة تظلمات وخلصت يعني الاتحاد والاتحاد ربنا هداه والكيد بكرة ان شاء الله. ان شاء الله يعني كده نقدر نقول للصفقات هتلعب ماتش الترجي. باذن الله ان شاء الله. باذن الله. وهي المحكمة اللي عايزة ترفض هترفض النهاردة. اكيد. مش كده؟ انما المحكمة طبعا يعني نما العلماء ان احنا سددنا وان في بكره جلسه لجنه التظلمات واخد بالك وان الولاد هتعيدوا بكره ان شاء الله باذن الله. والقرار ده طبعا بيثبت صحه موقف نادي الزمالك في الكبير. بالظبط لانه لو احنا غلط كان القضيه تقفل واخد بالك. انما هو الراجل المحترم ادى فرصه ان بكره يخلصوا الموضوع ونيجي نقول بقى الجلسه الجايه ان احنا تمام الحمد لله. النهارده الزمالك يا ابني مسدد 7 مليون اول امبارح. الفلوس اتسددت اصلا من خلاص اتسددت. ده لسه جاي دلوقتي لسه جاي يا ابني يا معان الشهر نقدر نقول ان دول من اول من الايام من ساعه علي الحجار ما كان يغني احنا جلسه 5 3 ده تاكيدا لقيت سلاسل لا طبعا لا تعقيد لا 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 هو 5 3 هو لو عايز يرفض او الدعوه بتاعتنا اي كلام كان رفض. هو ادى فرصه للتظلمات بتاع بكره. برافو عليك. وان شاء الله تظلمات قدم بكره ان شاء الله بقى تقابلوني في اتحاد الكوره. تفاؤل حضرتك منذ الصباح يعني كان حاجه مبشره ويمكن انت النهارده القرار بتاع المحكمه اسلم بصدر حضرتك. طبعا لان انا لو غلط المحكمه هتقول لك رفض خلاص هو في فرض. انما كنا ترجعها مرافعه. عارف يعني ايه ترجع مرافعه؟ يعني بتدي فرصه لاتحاد الكوره خلص امور ان الامور تنتهي على خير. بس عايز اقول لك حاجه اوعى تفتكر القاضي ده منفصل عن المجتمع ما بتفرجش على التلفزيون اكيد متابع وبيشوف مواقع التواصل الاجتماعي. بقى لنا 4-5 ايام المشكله خلصت والولاد هيتعدوا في لجنه الظلامات بكره فدي برضو. وبعدين ما ممكن القاضي النهارده كان امر بقيد الولاد بس بيحرج مين؟ بيحرج اتحاد الكوره. ان هم انهوا الازمه وخلصوا الدنيا هو لو صدر قرار من المحكمه مع المستشار إيه؟ لو صدر قرار المحكمه بقيد اللعيبه هل اتحاد الكوره؟ انا بقول لك هو مش محكمه خلاص. انت شفتني بضحك قدام الراجل مش كريم لان هو الحاجه اللي كانت تخوفك ان القاضي يقول لا رفض. رفض ده معناه اتحاد الكوره كان موقفه ايه؟ صحيح سليم. لكن القرار النهارده بيثبت صحه موقفي. ما هو قال رفض قال بيدي اسماعيل الزمالك برضه هو ما يقولش بقى اسماعيل لغايه اتحاد الكوره ما يسجله. مش معقول هذا يكتب كده. مش كده ونقدر نقول ان الموضوع هيتحل بشكل ودي. هو خلاص هو اتحل الموضوع اتحل. الفكره كانت في كل السيناريو اللي انت شايفه ده متفق عليه. تمام. تاني كل السيناريو ده متفق عليه. يعني ايه؟ يعني احنا نبعت اتحاد الكوره يبعت للفيفا الفيفا هيرد شأن محلي خلاص. وانا قلت لكم انا عازر اتحاد الكوره ان هو ما خدش القرار بالاول. ليه؟ لان ممكن النادي الاهلي لاعب يلعب قدامه من اللعيبه دي يطعن عليه. لكن دلوقتي لما يقول ده شان داخلي خلاص فاتحاد كده ده الصلاحيه لاتحاد الكوره خلاص. اي حد بقى عايز يطعن في الاتحاد الدولي يقول له لا ده شان داخلي. عرفنا حضرتك كنت تتمنى ان الازمه تنتهي بشكل ودي طبعا لما رحت حضرتك الاتحاد طبعا. بس ما في زي ما قلت لك دلوقتي ما حدش فاضي. لا انا فاضي لمحمود الخطيب ولا ضياء ولا اسماعيل ولا اسمه ايه ده احمد اسمه ده سليمان ولا ضياء